السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبهذه الفقره ان شاء الله غادي نشوفوا الاوضاع النسبيه ديال فيلكا ومستوى، غنشوفوا مستوى مع فيلكا فين كيتقاضوا ديال الاوضاع النسبيه. ولتكون اس فيلكا مركزها اوميغا وشبعها واعر، وليكون بي مستوى وارت المسقط العمودي ديال النقطه اوميغا على المستوى بي. اوكي، دائما الاوضاع النسبيه مرتبطه بالدي اللي هي المسافه الديستونس ما بين اوميغا ومستوى بي. دي هي المسافة بين أوميغا ومستوى بي. إذا كان دي صغر من R فإن الفيلكا S والمستوى بي تقاطعان وفق دائرة سي. شعاع هو R يساوي جذر مربع R مربع ناقص دي مربع، ومركز هو H، والمسقط العمودي H هو المسقط العمودي النقطة أوميغا على المستوى بي. بون غادي نشوفو هي الحالة الأولى. بون دابا عندنا المسافة بين أوميغا ومستوى بي، ها المسافة هي هادي، هي دي اللي دايرينها بالأحمر. عندنا الشعاع هو هذا، عندنا دي صغر من ار، دي صغر من ار. اوكي، اذا فين غادي تقاطعوا يبقى دائره، الدائره الشعاع ديالو هاد ار صغير. دونك كيفاش كنحسبوه؟ فاش كنحدوا هاد ار صغير ولاحظتوا هاد المثلث اوميغا اش حتى لهاد النقطه هادي غادي يكون قائم الزاويه في اش. اذا حسب مبرهن حسب مبرهن فيثاغورس عندنا ار او كاري، ار او كاري يساوي دي او كاري زائد ار او كاري. وغنزيدو ار او كاري اذا اللي بغينا هو ار كبيرة او كاري ناقص دي او كاري، اذا اللي بغينا ار صغير هو جذر مربع ار او كاري ناقص دي او كاري. هذا هو الشعاع ديال الدائرة اللي كيتقاطعو فيها. وشنو هو المركز ديال الدائرة؟ هو اش المسقط العمود ديال اوميغا على المستوى بي. غنشوفو كيفاش غنحدوه، هو هذا اللي غنديرو في الفقرة الأخرى. في التطبيق راه غادي يبان لكم هنا الأعداد بزاف، ولكن في التطبيق راه ساهل هادشي. الحالة الثانية، إذا كانت دي يساوي ار، يعني المسافة بين أوميغا ومستوى بي، يعني هذه المسافة هذه دي قد قد ار، قد لا ديستونس دي قد ار. إذا في الحالة بي مماثل في الكأس، يعني كيتقاطعوا في نقطة أ، في نقطة وحيدة اش. شنو هي اش؟ المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي. تاهي غنشوفوا كيفاش غنحدوها. أوكي، عندنا الحالة الثالثة، إذا كان دي أكبر قطعا من ار، يعني دي هاد المسافة فين هي؟ المسافة بين أوميغا ومستوى بي كبر من الشعاع. في الحالة ما كيتقاطعوش، يعني بي و اس لا يتقاطعان، يعني التقاطع ديالهم مجموعة فارغة. وملاحظة، إذا كان أوميغا إحداثية ديالها أ بي سي، وكانت معادلة وكان معادلة ديكارت، كانت معادلة ديكارتية ديال المستوى بي هي هادي، ألفا إكس زائد بيتا إكراك زائد غاما زائد دلتا تساوي صفر. ما كتبناش هنا ا و بي و سي حيت عندنا هنا ا و بي سي، اذا كانت هذه المعادله كيفاش كنحدو اش؟ في ان اش المسقط العمودي ديال اوميغا على المستوى بي اش كتكون؟ هي نقطه التقاطع المستوى بي، طبعا كتنتمي للمستوى بي حيت اوميغا المسقط العمودي ديال اوميغا على المستوى بي، اذا اش كتنتمي لبي، و اش كتنتمي لمستقيم اوميغا اش، مستقيم اوميغا اش مار من اوميغا وعمودي على المستوى بي. اذا مار من اوميغا والمتجه المنضمي عليه هي المتجه موجه لأوميغا اش، هي المنضمية على بي هادي، سميوها ان. اشنا هي المتجه المنضمية؟ الفا بيتا غاما، هما هادو الفا بيتا غاما، ومنين مار هاد المستقيم؟ مار من أوميغا الإحداثية ديالها أ بي سي، إذا مار من أوميغا الإحداثية ديالها أ بي سي، وموجه بالمتجهة المنضمية على بي اللي هي الفا بيتا غاما. كيفاش كتبنا المعادلة ديالو هنا؟ إذا قلنا اش المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي، هي نقطة التقاطع المستوى بي. والمستقيم اوميغا اش، اوميغا اش منين مار؟ من اوميغا وعمودي على المستوى بي. اذا بما انه عمودي على المستوى بي، المتجهه المنضميه ديال بي هي موجهه له، وبالتالي نكتب التمثيل البارامتري ديالو المعادله. نحلوا هاد الندمه، غادي نعوضوا اكس بهاد القيمه، ايكغيك بهاد القيمه، راه كلهم غادي يكونوا عندي اعداد، وزاد بهاد القيمه ونلقاو تي ونرجعوا نعوضوها هنا نلقاو احداثيات ديال النقطه اش. وغنشوفوا هادشي في التمرين، هادشي راه سامبل. ودابا غنشوفو التمرين، غنشوفو كاع الحالات اللي غندرسو فيها الوضع النسبي ديال فيلكا اس والمستوى بي، ودرس الوضع النسبي ديال فيلكا اس والمستوى بي في الحالة التالية، وغنجاوبو أولا وغنشوفو ثانيا وثالثا. عندنا فيلكا اس معادلة ديكارتي ديال إكس مربع زائد إكراك ناقص جوج مربع زائد زاد زائد واحد مربع يساوي ثلاثة. عندنا المستوى بي المعادلة ديالو إكس زائد إكراك زائد زاد ناقص جوج يساوي صفر. أولا لدينا اس فيلكا مركزها أوميغا، إحداثية ديال أوميغا هما صفر، مقابل ناقص جوج هو جوج ناقص واحد، هذا
المركز واش هو ار يساوي جذر مربع 3. اوكي اذا قلنا لا بغينا ندرس الطاقات ودير في الكون مستوى، اول حاجه كنحسبوا الدي اللي هو المسافه بين النقطه اوميغا والمستوى تي، يساوي ديما القيمه المطلقه على جذر مربع. اش كنديروا؟ كنعوضوا هذه الاحداثيات ديال اوميغا هنا، تعطيو اكس هو زيرو، يكغ هو جوج، زاد هو ناقص واحد، عبسط ناقص جوج، على جذر مربع، معامل ديال اكس مربع هو واحد مربع، زائد معامل ديال اكغ هو واحد مربع، زائد معامل ديال زاد هو واحد مربع، يعني المنظم ديال المتجهة المنظمية ديال المستوى بي، وإلا حسبنا هذا جوج ناقص جوج تعيد، تبقى ناقص واحد القيمة المطلقة ديال ناقص واحد، على جذر مربع، واحد مربع هو واحد زائد واحد زائد واحد هو ثلاثة، لأن واحد على جذر ثلاثة، نضربو في جذر ثلاثة الفوق هو جذر ثلاثة على ثلاثة، خاصة نقارنو مع الشعاع. إذا عندنا الدي، لدينا الدي اللي هو جذر ثلاثة على ثلاثة، صغر من الشعاع اللي هو جذر ثلاثة، الدي صغر من آر، إذا إس وبي يتقاطعان وفق دائرة. لا في الامتحان إلا قال لك بين أنهم يتقاطعوا وفق دائرة حدك هنا، ولكن إلا قال لك حدد مركز هو وشعاع هو نحدوه. نديرو شعاع هو هو الأول بحسن عقل، الدائرة شعاع هو نسميوه سي، دائرة سي، شعاع هو آر صغار اللي هو جذر مربع، آر مربع ناقص دي مربع يساوي، عندنا آر هو جذر ثلاثة، إذا آر مربع جذر ثلاثة مربع ناقص دي مربع اللي هو جذر ثلاثة على ثلاثة مربع، فرق ديال المربعات، هذا عطينا ثلاثة جذر مربع، ثلاثة ناقص ثلاثة على تسعود، إذا جذر ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة، إلا وحدنا المقامات عطينا جذر ملي على ثلاثة، هذا هو الشعاع ديال من؟ ديال الدائرة، خاصنا المركز هو مركز هو أش. أش كيفاش كيتحدد؟ أش هو نقطة تقاطع المستوى بي، ديما كينتمي أش كينتمي المستوى بي، والمستقيم مستقيم أوميغا أش، أوميغا أش المار من أوميغا والعمودي على بي. اش كيعني ان اوميغا اش مستقيم اوميغا اش مار من اوميغا وموجه ومتجهاته موجهه كاع موجهه هي اي، غنشوفو الاحداثيه ديال المنظميه على بي. بما ان اوميغا اش عمودي على بي، اذا المنظميه ديال بي الموجهه ديال اوميغا اش، فين هي الموجهه ديال المنظميه على بي؟ هي الاحداثيات ديال واحد واحد واحد. اذا عندنا المستقيم اوميغا اش مار من اوميغا وعندو متجه موجهه، اذا تمثيل بارامتر لاوميغا اش نكتبو تمثيل بارامتر ديالو اكس يساوي اكغ يساوي زات يساوي من مار، مار من اوميغا الاحداثيات ديالها شحال؟ صفر جوج ناقص واحد، صفر جوج ناقص واحد، والمتجه الموجه ديالو هي اي، عندها واحد يعني تي تي تي. اذا الا بغينا احداثيات اش نحو النظمة اش كتنتمي لمستوى بي، نقطة التقاطع مستوى بي، إذا نتحقق معادلة مستوى بي، قلنا إكس زائد إكغ زائد جد ناقص جوج تساوي زيرو، وعندنا أش تنتمي لمستوى المستقيم أوميغا أش اللي عندنا التمثيل البارامتري ديالو، إكس ديالو هو تي، إكغ هي جوج زائد تي، زاد هي ناقص واحد زائد تي، إذا غنعوض إكس بالتي هنا،
غنعوضو إكراك بجوج زائد تي، وغنعوضو زاد ناقص ناقص واحد زائد تي، باردون، ها باش ناقص هاد جوج يساوي زاد، وطبعا إكس غتبقي تي، وإكراك غتبقي جوج زائد تي، وزاد هي ناقص واحد زائد تي. نلقاو تا هنا نلقاو القيمة ديال تا ونجيو نعوضو هنا باش نلقاو إكس وإكراك وزاد هما الإحدى تي ديال الحرش. عندنا تي زائد تي زائد تي ضرب تي، عندنا دو موان دو راه تمشي، موان زان تساوي زيرو، عندنا إكس يساوي تي، إكراك يساوي جوج زائد تي، وزاد يساوي موان زان بليس تي. إذا عطينا تي يساوي واحد ثلاثة، أين تي يساوي واحد ثلاثة نعوضو هنا، إكس هو واحد ثلاثة، إكراك هو جوج زائد واحد ثلاثة، وسبعة ثلاثة، وزاد هو ناقص واحد زائد تي، يعني ناقص واحد زائد واحد ثلاثة، وناقص جوج على ثلاثة. إذا الإحدى تي ديال الحرش، الإكس ديالو هو واحد ثلاثة، الإكراك ديالو هو سبعة ثلاثة، والزاد ديالها هو ناقص جوج على ثلاثة. هنا حددنا النقطة هاش اللي هي المركز ديال الدائرة. غنشوفو تمرين آخر، ودابا غنشوفو ثانيا ادرس الوضع النسبي ليه في الكأس والمستوى بي في الحالة التالية. عندنا اس معادلة ديكارتي ديال اكس مربع زائد اكراك ناقص جوج مربع زائد زاد زائد واحد مربع يساوي ثلاثة، وعندنا بي المعادلة ديالو اكس زائد اكراك ناقص زاد يساوي صفر. لدينا اس تلك مركزها أوميغا صفر جوج ناقص واحد، وشعاعها آر يساوي ثلاثة. أول حاجة نحسب الدي، آر يساوي جذر ثلاثة، كيما الجذر ديال هاد العدد، جذر مربع ثلاثة. غنحسبو الدي اللي هو المسافة بين أوميغا ومستوى بي، دائما المسافة بين النقطة أوميغا ومستوى بي، قيمة مطلقة على جذر مربع. اش كنعوضو؟ كنعوضو هاد الإحداثية ديال أوميغا في المعادلة ديال بي. عندنا إكس غنعوضوها بصفر، إكراك غنعوضوها بجوج، وزاد غنعوضوها بناقص واحد، ناقص كاين ناقص زاد، يعني ناقص ناقص واحد هو زائد واحد، على جذر مربع المنظم ديال المتجه المنظمية اللي هو واحد مربع زائد واحد مربع زائد ناقص واحد مربع. عطينا ثلاثة، قيمة مطلقة ديال ثلاثة على جذر ثلاثة، قيمة مطلقة ديال ثلاثة هي ثلاثة على جذر ثلاثة، نضربو جذر ثلاثة الفوق و جذر ثلاثة لتحت، غتبقى ثلاثة جذر ثلاثة، جذر ثلاثة هي جذر ثلاثة. نقرنا مع الشعاع تساوي الشعاع، لدينا دي يساوي ار، إذا المستوى بي وفي الكأس كيتقاطعو في نقطة واحدة، يعني مستوى بي مماس اللي في الكأس في نقطة اش. إلا طلبوا منا نحدو اش، نحدو بنفس الطريقة اللي درنا قبيلة، النقطة اش تحديد اش نقطة التماس. نفس الشيء عندنا، لدينا اش تنتمي لمستوى بي، واش تنتمي للمستقيم اوميغا اش، طبعا راه مار المار من اوميغا والعمودي على بي، اذا اوميغا اش مار من أوميغا ومتجهات الموجهة هي المتجهة سميوها U المنظمية على P هنا المتجهة المنظمية على P حداتي ديالها واحد واحد ناقص واحد. إذن أوميغا اش مع
من اميد الوحدتين ديال عندنا زار وجوج ناقص واحد ونوجه وجه بالمتجهة ديال عندنا واحد واحد ناقص واحد الثاني كنكتبو التنتين البارامتري ديالو التنتين بارامتري اوميغا اش اكس يغراغ اكس يساوي يغراغ يساوي زاد يساوي هذا اوميغا اش مار من اوميغا يعني زارو جوج ناقص واحد المتجه الموجه ديالو هي اي واحد يعني تي تي ناقص تي حيت تان ثاني اذا خصنا نحلو النظمة نحل النظمة عندنا اصل تنتمي لبي تنخصها المعادل ديال بي اكس بليس ايكغيك موان زاد يساوي زيرو و اش كتنتمي لمستقيم اوميغا اش اذا الاكس ديال اش هو تي ايكغيك هو جوج زائد تي و زاد هو ناقص واحد ناقص تي غادي نعوضو اكس بتي ايكغيك جوج زائد تي و زاد بناقص واحد ناقص سي نلقاو تي و نعوضو هنا باش نلقاو الاحداثيات عندنا تي ايكغيك هي جوج زائد تي عندنا زاد هو ناقص واحد ناقص تي ماشي يساوي زار عوضنا هنا وعندنا طبعا اكس ايكغيك زاد يساوي تي جوج زائد تي ناقص واحد ناقص تي غتبقى عندنا تي زائد تي ناقص مع ناقص هي ثلاثة تي ديرو ديريكتومون تي و تي وهنا ناقص مع ناقص هي زائد تي على ثلاثة تي هنا جوج ناقص ناقص واحد هي زائد ثلاثة تساوي صفر تي طبعا هنا هي اكس هي تي ايكغيك هي جوج زائد تي وزاد هو ناقص واحد ناقص تي اذا غنلقاو هنا تي ناقص ثلاثة على ثلاثة هو ناقص واحد نعوضو اكس غنلقاو ناقص واحد ايكغيك غنلقاو جوج ناقص واحد هي واحد ونعوضو زاد ناقص واحد ناقص ناقص واحد ناقص واحد ناقص ناقص واحد هو زيرو إذا أش الحديثين ديال أش هما ناقص واحد واحد زيرو أوكي غنشوفو التمرين الثالث والأخير السؤال الثالث والأخير أنا الثالثة أدرس الوضع النسبي للفيلك إس والمستوى بي عندنا الفيلك إس المعادلة ديالها هي هادي عندنا المستوى بي المعادلة ديالو الحل الفيلك إس مركزها ديما المركز نحددو المركز والشعاع مركزها اوميغا واحد جوج ناقص واحد وشعاعها ها جدر مربع واحد اللي هو واحد اول حاجه نحسبو الدي اللي هو المسافه بين اوميغا والمستوى بي دائما تقاطع ديال في الكاس والمستوى بي راه مرتبط بهاد دي اللي هو المسافة بين اوميغا و بي خاصنا الحالات ملخصة عندنا القيمة المطلقة هنا جذر مربع كنعوضو هاد اكس هنا بواحد ايكغيك كنعوضو بجوج جوج جوج هنا زاد غنعوضو بناقص واحد جوج في ناقص واحد ناقص جوج منساوش هاد ثلاثة زائد ثلاثة على المنظم ديال المتجه المنظمي يعني المعامل ديال اكس مربع زائد المعامل ديال ايكغيك اللي هو جوج مربع زائد المعامل ديال جذر اللي هو جوج مربع نحسبو هاد المسافة غتبقى لنا هنا واحد زائد ربعة هي خمسة خمسة ناقص جوج هي ثلاثة زائد ثلاثة هي جذر قيمة مطلقة ديال ستة هنا واحد زائد ربعة زائد ربعة عطينا ستة على جذر تسعود هي ستة على ثلاثة ستة على ثلاثة هي جوج إلا قارنا مع ار كبر من ار لدينا دي كبر من ار إذا المستوى بي والفي الكأس لا يتقاطعان والفي الكأس لا يتقاطعان يعني بعيد من لا يتقاطع وهذوما الأمثلة اللي كاينين في الأوضاع النسبية ديال المستوى وفي الكأس غالبا شونس